بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مرة ثانية مع مقر الحاسب آلف التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية جامعة الملك خالد. والمحاضرة السادسة: استخدامات الحاسب الآلي في التعليم. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على أن 1- تستعرض استخدامات الحاسب الآلي المختلفة في التعليم. 2- تعرف ثقافة الحاسب الآلي. 3- تفرق بين ثقافة الحاسب والوعي بالحاسب الآلي. 4- تناقش محتوى ثقافة الحاسب الآلي. 5- تعرف برمجة الحاسب الآلي. استخدامات الحاسب الآلي في التعليم: تتنوع استخدامات الحاسب الآلي في مجال التعليم، ويمكن تلخيصها في المجالات الآتية: 1- الحاسب الآلي كمادة ثقافية كمبيوتر ليترسي ويختصر إلى CL. 2- الحاسب الآلي كوسيلة مساعدة في التعليم كمبيوتر أسيستد إنستركشر ويختصر إلى CAI. 3- الحاسب الآلي كوسيلة مساعدة في الإدارة كمبيوتر مانجمنت إنستركشر ويختصر إلى CMI. 4- الحاسب الآلي المعتمد على التفكير كمبيوتر بيزي سينكينج ويختصر إلى CBT. أولا، استخدام الحاسب الآلي بوصفه مادة تعليمية ويطلق عليه ثقافة الحاسب. ثقافة الحاسب: تعرف ثقافة الحاسب الآلي أو الثقافة الحاسوبية بأنها مجموعة المعارف والمهارات التي يحتاجها كل الأفراد ليعيشوا في عالم معتمد على التكنولوجيا في معالجة المعلومات وحل المشكلات المعقدة. الفرق بين ثقافة الحاسب الآلي والوعي بالحاسب الآلي: 1- الوعي بالحاسب الآلي يشير إلى المعرفة بأثار الحاسب الآلي في حياة الفرد وفي المجتمع. 2- ثقافة الحاسب الآلي تشمل وعي بالحاسب الآلي، أي تشمل رقم 1، ويضيف إليه القدرة على استخدام الحاسب الآلي وإتقان مهارات مختلفة. معنى ذلك ضرورة الجمع بين المهارة العملية والوعي الفكري. محتوى منهج ثقافة الحاسب الآلي: توجد عدة آراء لمحتوى منهج الحاسب الآلي، من أبرزها الآتي: 1- الرأي الأول. يشير هذا الرأي إلى أن محتوى منهج ثقافة الحاسب هو محتوى الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL. محتوى منهج ثقافة الحاسب الآلي: الرأي الثاني يشمل المهارات الآتية: 1- مهارة الحد الأدنى، مثل مهارة التعامل مع لوحة المفاتيح وتشغيل وإغلاق جهاز الحاسب الآلي وغيرها. 2- مهارة الوعي بالحاسب، ويقصد بها وعي الفرد بأهمية استخدام الحاسب في المجتمع وفي حياته الخاصة. 3- مهارة التطبيق، ويقصد بها تطبيقات الحاسب الآلي، مثل مهارة معالجة النصوص وبرامج الإكسل والأكسس وغيرها. 4- مهارة البرمجة، وهذا أعلى مستوى، ويقصد بها قيام المتعلم بكتابة الأكواد البرمجية من أجل إعطائه الفرصة لتعلم مهارة حل المشكلات والتفكير الإبداعي. برمجة الحاسب الآلي: برمجة الحاسب الآلي تعد برمجة الحاسب الآلي أحد عناصر استخدام الحاسب الآلي بوصف مادة دراسية، ورغم أن البعض يرى أنه ينبغي تدريسها ضمن ثقافة الحاسب الآلي، لكن الصواب أنها لا تدخل ضمن ثقافة الحاسب الآلي. وتعلم البرمجة يهدف إلى تمكين المتعلمين من تنمية مهاراتهم الخاصة بحل المسائل وتنمية أساليب التفكير والتخطيط المنطقي لحل المشكلات وتطبيق أفضل الحلول عن طريق وضع الخوارزميات المختلفة لحلها. ومن أبرز لغات البرمجة لغة الفيجوال بيزك، لغة الدلفي، لغة البايثون وغيرها. أخيرا عزيزي الطالب، مع التقييم حاول الإجابة على الأسئلة الآتية: 1- ما هي استخدامات الحاسب الآلي المختلفة في التعليم؟ 2- ما الفرق بين ثقافة الحاسب والوعي بالحاسب الآلي؟ 3- ما المهارات الرئيسة لمحتوى ثقافة الحاسب الآلي؟ 4- ما هي الأهداف الرئيسة لبرمجة الحاسب الآلي؟ وشكرا لك.